السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الرسميا، يعني رسميا وين نجمو نهضروا هضره وك رسميا، خاطش عليه يعني غادي صايك وين نقولوا باللي الوالي الصادي رئيس اتحادية الجزائرية لكرة القدم والمستشار الاول، يعني يا لبك هي الحاج محمد راوراوا. لكن الحاج يعني اعتذر ويريد الوقوف يعني وراء وليد صادي، صحيح قضي الامر يعني مكلا لا إغيل تاع اجماع عند مؤمن لا من لا مليار، الكل يدخل للصف دروك، حتى الاعلام هذا كنت تشوفوا فيه الكل غادي يدخل للصف، والسكوت والسكون السكوت والسكون. بالتالي كاع غادي نقولها لكم شكل، انا منظر غادي نقول لكم خاطش عندنا توتو تاع 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 السياسي هذاك، ساعدنا هذاك توتو تاع السياسي كيفاش نقلب على الهضره تاعهم. قال لهم انا ما عندي والو، ما الحاج لا عندك لا دمروك، قالوا ينقذوك باش تهدر. الحمد لله يا ربي كانوا يدمروك والحمد لله يا ربي، وين يعني قال باقي لك ديو ماتش تاع النجم الساحلي ياه وتكذب الحدوره، انا على بالي خاطر غادي نقو، رانا جايين باش نقو. الشعبويه مكاش، الشعبويه مكاش، كل واحد عنده خدمته، مدرب عنده تيره تاعه، مناجر عنده خدمته، مكلف بالاعلام تكون عنده خدمته، كل اعضاء تكون عندهم خدمتهم، كل واحد وعنده خدمته. راحت تاع المدرب، احنا ما عندناش مدرب يحكم فينا، احنا كي نجيو ما عندناش مدرب يحكم فينا، ما عداش نهضروا باسم مدرب مكاش. انا با يخدم ما عليش راه خدام، الله ينجحه، اتحاديه خدامه والمدرب راه خدام. نبدا نقولها لكم، يجب ان يكون التسيير افضل من التدريب، يجب ان يكون التسيير افضل من التدريب. كيكون عندك تسيير يكون عندك تدريب، هذه هي وقت تاع ندو الدراهم بالرقاد ونديروا واش نبغوا، راحت هذه سيبو متالي كاع. وليد صادي فانيك، وليد صادي ما عندوش، وليد صادي الناس هي خايفه من وليد صادي وخايفه من الحاج. وليد صادي قال لهم، قال لهم انا ما عندي والو، ما انا جاي نخدم، عندي مشروع تاعي، عندي مشروع تاعي، ما عنده والو مع هذا المشرف تاعكم، هذا المشرف خاطر غادي تكون كاينه، يكون كاين بزاف صوالح، كاينه محاسبه، يكون كاين في كل تربص يكون كاين محاسبه، كل تربص تكون كاينه محاسبه، يعني ماشي ساركودو يروح يجي مع يجي مع يجي مع بونجاح ويعاود يولي مع بونجاح، لا تكون كاينه محاسبه، كل تربص يحط البيلون تاعو، تربص ناجح ماشي ناجح، تقييم كلش بالتقييم، كاين بزاف امور ان شاء الله بربي. وكاين فانيك ملفات غادي يطلعوا، هي الربينه تاع الملفات، الناس وين مغبونه، مغبونه في الملفات، هذه هي باش يكون على بالكم، كاين غبينه تاع ملفات، الناس ما الناس مشي بهم مدرب ولا من ما كان لا مدرب، الناس بهم الملفات، بهم مليار اللي كان يروح من تحت تحت، كاين وكاله كانت تجيب كانت تدي كي تكون تلعب ليكيب ناسيونال يدو الدراهم بالقالو، تربصات اللي كانوا ينداروا، يعني كاين بزاف امور. كاين بزاف ملفات، كيفاش خرجوا الدراهم من الفوق وكيفاش عاودوا من تحت، كيما يقول لك علاه خرجوا من الفوق، علاه وعلاه ولاو من تحت، خاطر كاين بزاف راهم قال لك ردوا الدراهم ما تحاسبوناش، لا بصح قولوا لنا علاه خرجوا الدراهم من الفوق وعلاه ولاو من تحت، غادي كي خرجوا خرجوا الدراهم بصح غادي كي يولوا غادي يقولوا لهم علاه خرجوا، علاه راهم موليين، علاه خرجوا، علاه راهم موليين، اللي كان يدي مليار من شهر لشهر. وكالات بزاف، كاين بزاف امور، كاين الدوسي تاع فاني، كاين دوسي خطير تجنيس اللاعبين، كاين بزاف امور ان شاء الله ربي غادي نولوا نهضروا عليهم ان شاء الله. وين وكاله صادق قد اعرب في وقت سابق في تصريحات صعيبه عن جاهزيته للترشح لرئاسه الفاف بعد نهايه عهده زفيزف،
وتوجدت عدة أسباب تجعل من وليد صالح مرشح بقوة لرئاسة اتحاد جزائري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لا سيما العمل الخبرة الكبير التي اكتسبها في تسيير الاتحادية بعدما عمل سابقا مع الرئيس السابق للفاف السيد الحاج محمد راوراوة، وكان مقرب منه. كما يتمتع صادي بشعبية كبيرة اكتسبها لدى أنصار الخض، من شأنها أن تساعده في إعادة اعتبار لكرة القدم الجزائرية على الساحة الإفريقية والعالمية. ويمتلك وليد صادي باء في لعبة الكواليس داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يؤهله لوضع حد يعني لتلاعبات يعني في أروقة الكاف بعد الفساد الكبير الذي قلت لك الفاف يعني الذي حل نقولوا باللي حل بهيئه الكرويه الجزائريه. ويحظى وليد صادي كذلك باحترام كبير لدى الكثير من الجزائريين، ما يؤهله لتلقي دعم كبير خلال فتره عمله. كما لا يجوز اغفال نقطه مهمه تتمثل في معرفته جيده بخبايا كره القدم المحليه والبطوله الوطنيه، والتي عانت الكثير في السنوات الأخيرة، وما هو الأمر الذي سيساعده في رد الاعتبار لكرة القدم الجزائرية. حنا المهم رانا كما يقول لك الحية اللي رانا نحوس عليها إن شاء الله بربي، ما عندنا فيها لا ناقة ولا جمل، نحن مناصرين تاع منتخب وطني جزائري يعني من أجل النهوض. هاكتو كيفاش ناس كانوا يدافعوا، واحد يضرب على فلان الفاشلين، وعاد يقول لك برناوي، وعاد يقول لك من، يا ودي هنا ماشي قضيه كي نقولوا الحاج محمد، خاطر الحاج غادي هو اللي غادي يسير هذه المرحله تاع سنتين، يخدم الوليد صادي باش يدخل للكاب. هذه بالتالي نقولها لكم، غادي يخدم باش يدخل للكاب برك، هذا مكان الحاج عنده سنتين يريقلوا هنا البطوله، مشاريع طافي، عاودوا يردوا المشاريع اللي كانوا حاطينهم يعني، ويديروا بزاف صوالح. أيوا إن شاء الله بربي مع المساعدة تاع الدولة، هي مكاش، شوف نقول لكم كلمة، مكاش كيما المساعدة تاع، خاطش كاين بزاف اللي كان يقول لك راو عاونته السلطة، وعاونته السلطة بصح هو كان معروف في لافريك، عاونته السلطة هنايا لنا زويزف، شكون اللي عاونته أكثر زويزف ولا الحاج؟ يقولوا لنا ملاعب تنظيمات عالميه، ملاعب عالميه يعني، وين استقبلوا رئيس الاتحاد الافريقي، استقبلوا تاع الفيفا، استقبلوا كاع اعضاء الافا اللي بيربحه هما ماكو. على ذلك نقولوا اليوم وين المنتخب يعني وين الاتحاديه الجزائريه من اجل العوده والتنظيم، هي الاولى ماشي غادي الناس هي غلطه، كاين بزاف هم غالطين محاسبين بلي غادي ديريكت يروحوا يدخلوا لافريكا، لا هي التنظيم غادي يكون هنا، غادي يكون هنايا كما يقول لك تكون الحركه هنا، حركه في التغييرات، موفمون يكون هنا، غادي يكون بزاف هنا تغييرات، تنظيف البيت، بعد نخرجوا عندك عامين، عندك ثلاث سنين تخرج لافريك تخمص، خاطش عليها منا على ربع سنين كيما هكا، مازال ربع سنين باش تدخل مع تارك. شكون ما غاديش نكذبوا على روحنا نقولوا الحاج غادي يدخل عضو، الحاج ما يدخلش عضو، حاج عنده زغاري، عنده وليدات غادي كمصا، هذا تاسباوت، هذا الزياني، هذا من هذا عن طريق يحيى، هايو كمصا ان شاء الله بربي. احنا كما يقول لك لما سافروا في طياره ما ناكلوا مع لعابه، ما ناكلوا لعب، انا حدنا هذا التالي كاع نبغي نفرح بليكيب ناسيونال، متالي نفرح وما نبغيش الاهانه لبلادي، متالي كاع اهانه ما نبغيش لبلادي خويا، هذه هي. حنا مرنا جايين نحاسبوا، مرنا جايين ننتقموا، نحوسوا على الجزائر اللي في راسها انتقام الله يسلطه عليه، اللي في راسها الانتقام الله يسلطه عليه. لا خويا انا كراني نهضر معاك، ماني ننتقم، ماني اللي با يخدم مرحبا، ماشي با يخدم، ما كاين زيدان راه في الطريق جاي، بالتالي كاع كاين زيدان، والله لا راه كاين زيدان راه في الطريق جاي، هذه باش يكون على بالكم خويا، راه كاين زيدان راه في الطريق، اللي بغاها ما بغاهاش الله يسهل عليه. المهم هذه هي الحقيقه خويا، بالتالي ان شاء الله بربي، وهي رسميه صحيح.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما نكون معكم بجديد. وان شاء ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.